Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak buat kau ni. Kau ni ada masalah, kena santau sihir. Jadi insyaAllah kita minta doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan segala sihir yang telah ganggu kau ni, insyaAllah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدقا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر لا لا طبعا ada waktu keluar dari perut apa tak? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cerah? Okey, kau ambil tangan kau macam ni. Kau tok di tangan di perut ni, pulih pusingnya lawan jam. Pulih. Okay, saya akan baca lah. Itu kau akan rasa muntah. Abang istimewa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kau minta kepada Allah, minta kepada Allah Taala supaya keluarkan segala bisa, racun-racun, santau-santau ni semua keluar. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور الله أكبر كلك يا الله كلك الأصغر سهير سنتاو يا الله بسم الله يا الله أكبر 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 كم قد شتى من جنا لاني قاطع جنا لاني لاني الحمد لله لا قصير قوت قصو ما Kalau tidak, rasa kekal, sakit ni, tentu pun sakit. Ini dada-dada tu rasa macam lapang sikit. Okay. Ini antara satu yang antara biasa diberubat dan dibekalkan segala tangkai-tangkai ni. Tangkai-tangkai ni kadang-kadang dia buat musnahkan hidup kita balik. Dia memang dia akan baik saat, lepas tu dia akan rosak balik. Tu saya pesan kau. Nak berubat dengan siapa pun tak. Kita hapuskan benda ni, dia ada, dia bubuh. Biji apa ni bu? Lada hitam. Tapi bila kita dah buat dia akan keluar macam ni, miang-miang buluh ni. Ni dah menyebabkan santau-santau masalah ni. Untuk sakok ni.